حط لايك بجميل وتعليق حلو زيك، واتمنى ويا ريت كمان شير. بسم الله الرحمن الرحيم. العلم اتقدم اكتر من اللازم، بس احنا يظهر اللي مش واخدين بالنا. حصل حاجة غريبة قوي، ان في ابليكيشن كان بيتكلم في ان انت ممكن تقول ايه، تقول مثلا حلقة معينة في فيديو بس مش بصوتك، ممكن تقول رسالة ترحيب مش بصوتك. هتقول لي يا عم الموضوع ده موجود بقاله فترة، والحكاية والرواية والذكاء الاصطناعي والكلام ده كله. اقول لك الذكاء الاصطناعي ممكن يتدخل في حاجة زي كده؟ طبعا ممكن، لكن تعال اوريكم بقى حاجة النهاردة غريبة شوية. تعالوا نشوف رسالة عن طريق برنامج، البرنامج اسمه 11 لابس، ده المفروض اي او، بس احنا ايه بنضغط وبنبدا ندخل هنا وبنبدا نتفرج ونشوف. انا حاطط هنا جمله معينه، تعالى مثلا نشوف لما نشغل الجمله دي بالصوت بتاعه هو حط كاتب فيها حط لايك يا جميل، وتعالى نسمعها مع بعض بصوته. حط لايك بقى جميل وتعليق حلو زيك، واتمنى ويا ريت كمان شير. ده ممكن نحطها في المقدمه، ممكن نحملها من هنا في الجهاز والكلام ده كله. وهو مدينا طبعا هنا تحميل اهي في الحته اللي انا بشاور عليها ديت باليد ديت من تحت اهي، ممكن ادوس هنا اهي يبدا يديني عمليه تحميل اهي، وابدا ادوس عليها يبدا اهوص اهي. وتعليق حلو زيك، واتمنى اتحملت خلاص كمان، يعني اتحملت عندي على الجهاز، بس انا فتح لها صفحه عشان تتحمل على طول. تمام، وتعال نشغلها ونسمعها. ممكن اخدها بعد كده احطها فين، على اي سوفت وير، على اي فيديو انا بعمله الكلام ده كله. هتقول لي طب معلش برضو الصوت ده، تعال نسمع تاني كده الصوت عامل ازاي. الصوت هنا عامل واحده مثلا بتتكلم. وتعليق حلو زيك، واتمنى. طيب انا عايز دلوقتي، انا مش عايز الصوت مثلا بتاع البنت اللي بتتكلم دي، انا عايز صوت تاني سهله، ما هي صعبه قوي. طب تعالى نشوف حاجه تانية مهمه بيتكلم، بيقول لك هنا في السيتنج او في ال 11 مالتبلاي. تعالى نشوف ال 11 مالتبلاي بيقول لك ايه. بيقول لك انا عندي هنا مثلا عايز هنا 11 انجلش، هنا ممكن اعملها، ممكن على فكره بالانجليزي بالالماني باي لغه انت عايزها، كمان بالعربي موجود اهو، كل اي لغه انت عايزها. حلو الكلام. طيب في حاجه تانية انت ممكن تبص على هنا. اه طبعا، ده هو مديك هنا شويه امكانيات. قال لك هنا اد فويس، انت عايز تضيف هنا حاجه، يعني عايز تضيف هنا صوت من عندك انت. طب عايز تضيف صوت من المكتبه نفسها. طب فويس مثلا زي عايز تصمم صوت معين بحيث ان الصوت ده على مقاس حاجه معينه بحيث انت تقدر تتكلم فيه او تعمل فيه، ولا عايز تروح عند المكتبه وتاخد. طبعا عندك ايه، انت عندك ايه في المكتبه يا تطبيق ولا برنامج عشان تدهوني. قال لي تعالى بص عندي كده واسمع ده. Let us always meet each other with smile. Let us always meet each other. We invented the golden rule to men, so is cheerfulness. I'm not interested in age. People who tell me their age are silly. You're as old as you feel. احنا دلوقتي سمعنا اصوات كتير جدا، ممكن نختار حاجه منها. ومش هي الاصوات دي بس، لا ده في اصوات تانية كتير وكل حاجه. If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million reality. تعالى نسجل الصوت ده وتعالى نعمل له مثلا اضافه. اقول لك طب انت عايز تضيف الصوت ده مثلا، هسمي مثلا صوت ده حاجه معينه. انا هسمي هنا عشان ما تلخبطش بينه بالاصوات مثلا، هحط رقم مثلا ايه معين والكلام ده. قال لك لا مش هسمح لك بحاجه زي كده، لان هو مش عايز اضافه على الاصوات، لكن عايزك تعمل له بس هنا ايه اضافه. عمل له اضافه بنجاح الحمد لله وخلص. طب انا ممكن اضيف الصوت ده وابدا اخده فعلا معايا، ولا انا ممكن اصمم صوت من اول وجديد، يعني انا اطنش موضوع المكتبه ده. اه ممكن. طب انا ممكن اعمل صوت من اول وجديد. اه ممكن تعمل ديزاين تصميم. اه صمم صوت، انت مش عارف تصمم صوت. طب تعالى بقى ناخد هنا بيانات وناخد شغل وناخد درجه الصوت ونبدا نشتغل ونشوف الدنيا عامله ايه. طبعا انا مش عايز اخوض في الموضوع ده، لان ما حدش يهمه الموضوع ده قوي، ما حدش يقعد يصمم صوت لحد او ياخد صوت حد، ما حدش فاضي لحاجه زي كده، مش عارف بقى الدنيا عامله ايه. طيب بيقول لك هنا، طب بالنسبه هنا انسان لو عايز تدخل اصوات هنا، لو عايز تدخل صوت هنا، هل هتقدر تعمل حاجه زي كده ولا مش مسموح تعمل حاجه زي كده؟ قال لك انت برضو محتاج تكون مشترك عندي في الابلكيشن عشان اقدر اسمع لك بحاجه زي كده. قال لك طب وانا اعرف منين؟ قال لي ما انا حطيت لك علامه القفل دي هنا عشان تعرف ان هي مقفوله وبتتفتح في الابلكيشن والحاجات اللي انت شايفها. قلت له طب يعني عشان اعملها لازم ادفع؟ قال لي طبعا لازم تدفع، ده انا عندي بدولار واحد وعندي اشتراكات وعندي حاجات زي كده. هرجع تاني من اول وجديد واقول له طيب خلينا هنا في الحاجات اللي هي ايه ام بلاش. يعني معنى كده ان انت لو عايز تعمل هنا برضو حاجه زي البروفيشنال هنا فويس مثلا برضو بفلوس. اه طبعا، ولازم تدفع والحكايه والروايه والكلام ده، واديك شايف الاسعار والدنيا عامله قصاد عينك عامله ازاي. انا وريتك معظم الحاجات اللي موجوده في البرنامج، خصوصا في موضوع اضافه الاصوات، لان دي تعتبر اهم حاجه موجوده هنا في الموضوع اللي هو اضافه الاصوات دي،
ايه ديت انا معلم عليه ديت. اما حته الجزء الاولى ده اللي هو بتاع الاصوات والكلام ده، ده انت ممكن تختار منه صوت. يعني ايه الكلام ده؟ انت عندك هنا اصوات كتير زي ما انت شايف على علامه البلاي دي مثلا. تعالوا في مثلا على سيرينا. The greatest way to live with honor in this world is to love صوت. Cures people. صوت تاني. Both the one. Put on a frown, make apps change in all things is sweet. Our distrust is very expensive. ماشي خلاص، دي اصوات كلها بتديك هنا صوت مش اللي انت اللي انت كاتبه، لا ده التستات بتاعتهم هم، التستات بتاع الابلكيشن نفسه. تقدر تشوف حاجه تعجبك هنا وخلص الموضوع. كنت منقي صوتين منهم بس قلت خلاص مش مهم قوي الموضوع، انا اهم حاجه بالنسبه لي اشرح ايه الابلكيشن واشرح الشغل اللي معاه. مفيش حاجه هنا مهمه في الجزئين دول، اهم حاجه ان احنا بس وريتكم ازاي بنقدر نعملها وازاي نقدر نحطها في اول الفيديو خالص وازاي نقدر نسمعها مره ثانيه زي ما احنا شفنا. حط لايك بقى جميل وتعليق حلو زيك تمام. انت سمعتها مره واثنين وثلاثه وشفتها بتتعمل ازاي. في حاجه اخيره انا عايز اقولها، انت ممكن يا صاحبي تستغل الموضوع ده بقى في ايه بقى؟ ممكن تستغل ان انت ممكن تعمل فيديو تحط هنا تتكلم هنا مثلا في اصوات. انا مش عارف الكلام ده هيكون صح ولا غلط، بس احنا ممكن نسال بقى في الموضوع ده اذا كان اليوتيوب هيقبل مثلا انك تقبل تحط هنا فيديو مثلا وتعمل كده ولا لا. انا ما اعرفش الموضوع ده، ما اقدرش احكم عليه، لكن كل اللي اقدر اقول لك انا ممكن احط جمله ترحيب ما اعتقدش انها تعمل ايه اي مشكله. ده معظم الحاجه اللي موجوده في الابلكيشن. وتهم الحاجات اللي موجوده فوق دي كلها حاجات يعني بروفيشنال، مش هتحم حد موجود قوي. تمام، انا شرحت لك كل حاجه. لو ليك اي سؤال ممكن تسيبوا لي في التطبيق في التعليق ولا ايه. وشكرا لكم وربنا يوفقكم.